من مؤسسة التواصل بدعم جمعية الرحمة العالمية بدولة الكويت، عدد 15 بئر ممتدة على الشريط الساحلي في على مديرية الحيمة، على مديرية الخوخة وعلى التحيتة والدريهمي وبيت الفقيه. الآبار الحمد لله تم استلامها، والمواطنون كما رأينا جميعا بدأوا بشرب الماء النقي، وما زالت بعض المناطق محتاجة إلى آبار كون المنطقة يتواجد كل 50 بيت إلى 30 بيت في أماكن محددة ولا يوجد لديهم مشاريع. فنحن الآن نحاول إيجاد مشاريع إلى كل منطقة حتى نستطيع استكمال الشريط الساحلي بالماء، ومن ثم إن شاء الله سننتقل إلى المدارس وإلى المراكز الصحية وإلى المساكن أيضا. ندعوهم إلى الوقوف ودعم أبناء الحديدة وأبناء اليمن بشكل عام، وتسخير كافة الجهود للساحل التهامي الغربي.